عندك منصة إعلامية وكمان عندك برنامج بتقدر تقول فيه كل اللي انت عايزه وكل اللي بيجي على بالك وكل اللي بيفكر فيه المشاهد، حلوة قوي قوي زي الفل الكلام ده. بس خلي بالك، شرط يكون حقيقي، انت حر، بس في نفس الوقت لازم تكون مسؤول. قول اللي انت عايزه، بس خليك عارف كويس قوي ان في ناس تانية عارفة الحقيقة وهتسأل. احنا بقى الناس التانية دي. بفتنا تعشن المظابيط يا سمك شعر يا مصابيح، بفتنا تعشن المظابيط يا سمك شعر يا مصابيح، دورك جاي دورك حي دورك جاي دورك جاي. حلوة بإذن يا نهار اسود. أستاذ نشأت، أستاذ نشأت، أنت سرقت العفش يا مغربي؟ والله العظيم لسه ما سرقته يا أستاذ. يا ابني فين المكتب؟ ده أنا لسه ما قلتش بريبيتش. بريبيتش إيه يا أستاذ بقى؟ اطلع للعالمية، الحتة بتاعت الانترناشونال. سيبني نفسك وقول المواضيع اللي هتتكلم فيها إيه، وأنا بالصلاة على النبي هديك كل حاجة. إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انا كنت هتكلم عن مصر. مصر ايه بقى يا استاذ؟ بيقول لك عالميه عالميه. اطلع للنرويج، اطلع لهولندا. ايه يا باشا؟ نتكلم عن جزر القمر. جزر ايه يا باشا؟ جزر القمر. الواد ده بيقول ايه؟ طيب ماشي ماشي يا مغربي، استنى يا استاذ بس قول لي بقيه المواضيع ايه عشان نحاول نخاطب المشاهد، نخليه بقى اوبن مايند. يعني لو هنتكلم في الفقره الرياضيه فعايزين نتكلم برضو عن موضوع الاهلي والزمالك ونادي القرض الحقيقي. حقيقي مين بس؟ حقيقي مين؟ اطلع للشامبوز ليجل. ايه يا باشا؟ الشامبوز ليجل. ايه يا ابني؟ شامبو ليفربول. ايه؟ كاتالوني. مين ده؟ يا استاذ انت ما بتتفرجش على الدوري الاسباني. هتفرج ماشي، شكرا يا مغربي. بص يا استاذ، استاذ قول لي بس بقيه المواضيع، انت مستقل بخبراتي والله. مفيش، هو مش فاضل بعد كده غير مشكله سد النهضه والمي. طرطشه ما تبلش. ايه يا باشا؟ طرطشه ما تبلش. هي ايه دي اللي الميه وسد النهضه باشا؟ اتكلم بقى، خلي المشاهد يحش الحته بتاعت كيبت سيمبل. ايه ده كيبت سيمبل؟ ياخد الامور ببساطه، المحيط الهندي، المحيط الاطلنطي، يقعد بقى كده ويسريح ويجيب الشازلونج ويديها ايه حنان، يبقى كده المشاهد قال عامل كده. انت بتفكر بره الصندوق، اوت اوف ذا بوكس، عارفها ودارسها. طب تمام يا مغربي، ميرسي حبيبي. استنى انا عايز في موضوع بعد اذنك. امور يا مغربي. بما ان انا نقلت البرنامج للعالميه، انا عايز اقبض بالدولار. يا باشا بالدولار او يعني يورو، يعني حسب ما يكون موجود في القناه. طب بص بص يا مغربي عشان بس افهمك. اتفضل يا استاذ. بص يا مغربي، انت مرتبك الشهر ده 2 كيلو بن و3 شاي وربع كيلو سكر، والله العظيم متعشت قوي. انا كنت عايز اقول لك كده برضه وكنت محرج، يعني انا عايز والله كمان حجر معسل على المرتب. اصل زغلول يعني قص. انا بص تعالى بقى على البوفيه، اشتري مني والله، اعمل لي 2 قهوه والعيال اعمل لهم سندوتشات. انت مكانك في البوفيه. اهلا الله هنا، انت راجل كبير محترم. في حد هنا يا استاذ؟ نهار اسود، الواد بوظ لي الديكور. مع اول بريفيتش اقدم الحلقه. اسف. اهلا 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 اهلا، مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم، يعني ان شاء الله حلقه سعيده. معلش المره دي مش هيكون في بريفيتش، بس اوعدكم الحلقه الجايه هيكون فيها بريفيتش، بس في مقدمه ناريه يعني نار. هروح اعملها، اوعوا تروحوا في حته. قالوا في قديم الزمان أن الخلافة ستعود كما كان، ولم يصدق أحد من العربان، وها قد آن الأوان. واليوم بدأت الحرب التركية المباركة لغزو الأراضي الليبية وتحريرها من أهلها، أقصد وتحريرها لأهلها. وبدأت نيران الدبابات التركية الطاهرة والطائرات التركية النقية والجندي التركي المؤمن المسالم في إراقة دماء الجيش الليبي الشيفوري وتدمير المنازل الليبية الظالمة والمخابز والأفران والرجال والصبية والغلمان. فهنيئا لنا نحن العربان بعودة الخلافة زي زمان. ولابد لابد أن نقف خلف السلطان، وقد قال لنا أعمى العميان 9 أعشار الإيمان في طاعة أمر السلطان حتى ولو صلى وهو سكران. الله أهو يا عم معتز، مقدمة نارية عادي جدا يعني. يا في مش عارف تستغربين ليه، اي حد يعمل مقدمه ناريه وما فيش مشاكل، اي كلمتين كذب في سندوتش ونقوله. شفت عملت لك مقدمه للبرنامج بتاعك، دي تمشي قوي معاك يعني لو على مقاسك البسها. الحقيقه المهم جدا في موضوع التوك شو النهارده ان احنا هنتكلم عن حاجه لطيفه قوي بتعملها كل القنوات المعاديه اللي بره، اللي هم بيطلعوا من تحت بير السلم دول في تركيا وافقط. الحاصل الحقيقه ان هم مؤيدين جدا جدا لجيش الخلافه التركي وزعيمه اردوغان في دخوله ليبيا واستعمار ليبيا، ومسميين الموضوع ده الفتح الاسلامي المبين. لكن لما ليبيا بتحاول تطلب من مصر انها تقف جنبها وانها تساعدها، فده اصبح الجيش الغازي ومكانه مش موجود هنا. ده هيرجعنا ان احنا نفتكر كده من كام سنه بعد احداث يناير، لما الجيش المصري نزل فقال لك الجيش المصري ده مكانه على الحدود. فاكرين انتوا النغمه اللي كانت سايده دي من الاخوان؟ النهارده بقى لما الجيش المصري يقف على الحدود عشان يحمي حدوده مع ليبيا، بيقول لك ايه ده؟ ايه علاقه الجيش المصري بالحدود؟ حاجه في قمه التخلف العقلي الحقيقه. الواحد ما بيبقاش عارف يقول للجماعه دول ايه، هو بس بيصعب علينا شويه الناس الغلابه اللي ممكن يكونوا بيصدقوهم يعني.
لما ما كانش في احتماليه ان الجيش المصري يواجه الجيش التركي، فكان النغمه اللي سايده في الوقت ده جيش الخلافه والزعيم التركي والحاجات التقيله قوي دي. هو نسي ان الجيش التركي ده جيش الخلافه، ده جيش محمد الفاتح. يعني تاريخ الجيش التركي مش انكشاري، ده تاريخ مليان انتصارات. ده تركيا دي اللي فتحت اوروبا. يعني الجيش المصري ايه بقى؟ انما الجيش المصري نابع من اراده وطنيه، وشك في الحيط وقفك ليها يعني. لكن لما مصر بدات تامن حدودها وتقف على حدودها مع ليبيا، احنا ضد ان ولادنا حضرات في الجيش المصري يتحولوا لمرتزقه، ناس اجريه. دلوقتي بقى اولادنا، ما من شويه ايه الجيش المصري ده عادي جدا، انتوا مخضوضين بشويه ما بيعرفوش يعملوا حاجه وبتاع، في ايه يا جماعه؟ هنا بدات النغمه تتغير. الجيش المصري اولادنا، ليه اولادنا يروحوا على الحدود؟ امال السيسي هيحارب مين؟ بومبا. في حاجه اسمها فتح، زي فتح مكه، على اساس طبعا ان ليبيا بتعبد الاصنام واردوغان داخل ينشر فيها الاسلام. فين الرجاله العظام؟ عند امك. هتشوف كلمه مين اللي هتمشي؟ كلمه امك هي اللي ممكن تمشي، يعني مش متاكد. الجيل القديم اللي لطش في بدايه الدش كده كانت تركيا بالنسبه له مجموعه من قنوات البورنو، اللي هي بوظت الدنيا في الاخر يعني. وبدل ما كان اللي عايز يتفرج على حاجه ابيحه بيلف ويدور وياخد له ساتر ويشوف فيديو وشريط وتلفزيون ومكان، وكانت ليله كبيره قوي. لكن لما ظهر الموضوع ده بقى في تركيا، الامور بقت بسيطه كده، دش وتظبيطه على تركيا وعيش الدعاره يا معلم زي ما انت عايز. اللي هي كانت شغاله زمان على قنوات تركيا، زمان كانت القنوات التركية عبارة عن دعارة مقنعة، دلوقتي الحقيقة بقت دعارة مقنعة، يعني يجيبوا قناع ويلبسوا المعتز مطر، محمد ناصر، زوبع، حاجة آخر ريمبو الحقيقة. المجموعة دي عندها استعداد تقلع، لا مش تقلع وبس، لا دي تمسح بلسانها جزمة أردوغان وتبرر له أي حاجة هو ورجالته، من أول وزير خارجيته اللي هو بيفكرني بيونس شلبي في مدرسة المشاغبين، ولغاية أقطاي اللي ناقص يخليهم يعملوا عجين الفلاحة على الهواء. لما تبص لمواقفهم من الغزو التركي لليبيا وإزاي بيدوروا على تخريجة ومبرر للموضوع، تفتكر النكته بتاعت الجدع اللي قالوا له الحق مراتك مع الواد حسين الكهربائي؟ قال لهم ده ولا كهربائي ولا بيفهم في الكهرباء. الخلاصه الناس دي عارفه ومتاكده ان مالهمش عيش في مصر ومش هترجع تاني مهما حصل، عشان كده راكبين القطر ونازلين شتيمه واتهامات وتسخين لعل وعسى. بس اقول لك ايه يا عم زوبع، ده عندهم.